بعد هذه بعدين أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنتم العالم نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة هنا على وعبر طاولة برنامج الملف، وفي رحلة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبة العلم العلم والبحر الخضم فارس الكلمة سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي. سطر الدكتور الله محمد عليك. أسأل الله يبارك المكان فيك. وسعادة الزمان، مساكين الله يبارك فيك، ودائما سعداء بك في كل الحلقات وفي كل الأوقات. قدرك وأن يشرح صدرك وأن يبارك في عملك وعلمك. اللهم أمين يا رب العالمين. على طاولة الملف يا سادة في هذا المساء وفي هذه الحلقة، بداية كل تحية لكل الذين يتابعوننا عبر شاشات التلفزيون في المنازل ومن خلال خدمة البث المباشر التي نطلقها لحضراتكم من الآن وعلى مدار عمر هذه الساعة عبر صفحتنا الوحيدة والرسمية على فيسبوك الرحمة تي في. أهلا بكم مجددا، ونشرف بكل الآراء خلال التعليقات وبكافة الاقتراحات والأسئلة والموضوعات التي تحبون أن نناقشها هنا عبر طاولة برنامج الملف. الخيانة ومفهوم الخيانة ونماذج من الخيانة حكى وشهد عليها تاريخ في الثقافات وفي الأديان المختلفة، خيانة ارتكبت باسم الدين وخيانة ارتكبت باسم الأوطان، والتاريخ دائما ما يشهد ويحكي ويجسد على هذه الخيانات. بداية دكتور محمد، قرية الخيانة ومفهوم الخيانة ماذا عنه أولا؟ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده يعني زي ما حضرتك قدمت كده نرجو التركيز جدا من الأباء من الأمهات من الإخوان من الأخوات من الأبناء من البنات، لأن القضية هذه قضية قديمة جديدة، قضية ماضية حالية مستقبلية، ولن تتوقف إلى أن تقوم الساعة. ومفهوم الخيانة يا أستاذ محمد مفهوم خطير جدا وعظيم جدا، ويتباين ويتفاوت، بمعنى أن الخيانة في الشيء القليل لا تستوي بالخيانة في الشيء الكثير، لكن هذه خيانة وتلك خيانة، وأخطر ما تكون الخيانة في الأمرين، يعني في الأمرين اللذين ذكرتهما أنت، في الدين وفي الوطن، الوطن أو باسم الدين وباسم الوطن، ليتم التلبيس والتدليس والكذب على الناس وتجد الأمور مقلوبة، يصير الحق باطلا ويصير الباطل حقا، وبمعنى أصح إنك ستراها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، من حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. كل هذه من مساوئ الخيانة التي ترتكب باسم الدين وباسم الوطن. لا. أيضا يا عم شيخ محمد، نقطة في غاية الأهمية، حينما أقول الخيانة ترتكب باسم الدين، ليس فقط أن الذي فعل هذه أن يكون رجلا من رجال الدين أو أن هذا من رجال ما يسمون بالوطنية أو المؤسساتية الوطنية، لا، بل ربما يكون محترم، يعني محترف في الإجرام، لكنه يلبس يعني ملابس زي ما بنقول يتقمص أدوارا ويلبس وازيان، ونحن في هذا. ولذلك الحكمة تقول يعني إذا كنت متضايقا من شخص وابتعد عنك فاحمد الله على ذلك، فعله كف عن التمثيل، فعله كف عن التمثيل. ولذلك يا أستاذ محمد التاريخ مليء بمثل هذه النماذج اللي هي الخيانة، سواء باسم الدين أو باسم الوطن، وكما ذكرت أنت ليست منحصرة على الإسلام في التاريخ الإسلامي، بل هي في كافة الأمم وفي كافة التواريخ. نعم. ولذلك أنا أود بالذات أن أقول للجيل القادم يعني لا تغتر أبدا على الإطلاق، ليس معنى أن هذا يقول قال الله قال رسول إلى آخر هذه الأمور أن يكون رجلا ناصحا قويا شجاعا، أبدا على الإطلاق، بل ربما يقع تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الله لا يؤيد، إن لم هنا ليست نفية ولكن توكيدية، لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر. خدت على حضرتك إزاي؟ يعني ربما ترى إنسانا يدعي الغيرة على الدين، يدعي الشهامة، يدعي الشجاعة، وحينما يتعرض لابتلاء واحد أو لاختبار واحد تراه ترك والعياذ بالله انقلب على عقبيه تماما. ولقد ذكرنا بعض الأمثلة كذلك يعني تاريخيا ثم وثقناها من المراجع قبل ذلك على هذه الطاولة. خلاصة المسألة حتى لا أطيل في المقدمة أستاذ محمد، أقول هذه ارتكبت في الأمم السابقة وارتكبت في أمتنا وسترتكب في الأجيال القادمة. هذا عن المفهوم يعني تماما. ولذلك أنا أقول لأبناء الأمة طارة أخرى، يعني ربما ترى إنسان يقول أنا عربي العربية العربية العربي،
ومعلش يعني من باب العلم، أنا حب العرب والأرض بتتكلم عربي عامة، يعني لم يرد حديث على الإطلاق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحب العرب، صحيح ولا تقصد يعني. أبدا لم يرد حديث صحيح أبدا ثابت عن النبي. جميع الأحاديث وأشهرها سبعة التي يعني تأمر بحب العرب لا يصح منها حديث واحد، لا يصح. لكن ما يثبت أن للعرب مزية أو مزية يا أستاذ محمد، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من العرب والقرآن وجعله في عربي خير. وهكذا. نعم. لكن لا نقول أبدا بأن الله أمرنا ولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحب العرب، كما علق الشيخ ابن باز على هذه الأحاديث السبعة يعني وغيره بأنها لا يصح منها شيء، يعني الدين يا دكتور محمد ليس فيه يعني لا التقديس عنصرية ولا اللي هو كلمة الـ حب هذا لمجرد أنه أحسن هذا، لكن هو فكرة أحسن حب التفوق، حب أحسن النجاح، حب العمل نقطة غاية في الأمر، وهكذا. بدليل نعم. أن الإسلام في بداياته واسع الكل، بمعنى أنه قام على أكتاف الكل وحمله الكل، فهذا سلمان فارسي فارسي وصهيب وهذا رومي صهيب وبلال رومي حبشي رومي وبلال حبشي وعمر قرشي وأبو بكر نعم قرشي إلى نعم آخر هذه الأمور، ولذلك الإسلام واسع الكل وحمل الكل الإسلام، ولم تتم التفرقة بين هذا ولا ذاك على الإطلاق معايا شيخ محمد. نعم إذن لابد وأن نكون على وعي بهذه النقطة. نعم النقطة الثانية حتى عشان ما ندعيش الوطنية، ممكن واحد يقول لك مصر مصر ويعيط ويعمل الله، طب تعال تعال تعال، طبعا كلنا نحب مصر ونتقرب الى الله بحب مصر وهذا واجب علينا شرعا، بس تعال انت اللي بتغني وقاعد تصرخ وعملت حفله وبتقول فيها، خدت كم الف كم ولا مليون كم مليون على الكلمتين اللي قلتهم مصر مصر؟ طب لو ما ادوكش الكم مليون هتقول على مصر. الممره اللي انت قلتها دي، ولا مغني ولا قايل مصر ولا اي شيء على الاطلاق. خلي بالك انا ما بقولش الكل كده، لا في ناس افاضل وفي ناس مش افاضل معايا يا استاذ محمد. نعم التاني اللي ممكن يقول لك مصر ليه؟ لان ممكن يكون حرام وتاجر ازمات وبيستفيد الوقت من الجو ده، ولو خرج بره مصر مش هيعيش مع احترام ولا حد يرضى شغله بتعريف، لانه لا يصلح انه يكون شيء على الاطلاق. وفي افاضل بيحبوا مصر بس مش لازم بقى تبقى غوغائيه ويقعد ينشد ويقعد مصر وفي كل حته انا بحب مصر وتحيا مصر، لا 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 لا. يعني ربع العدويه صح أنها كانت في مجلس، فأكثر يعني من كان عندها في المجلس في الكلام عن ذكر الدنيا، قعد الدنيا أعوذ بالله من الدنيا ولا والدنيا كذا والدنيا كذا، قالت والله ما أكثرتم من ذكرها إلا لأنها في قلوبكم. خدت لحضرتك إزاي؟ ما نعم. تعملش خدت لحضرتك إزاي؟ وزي أبو الفرج لما ذكر حكاية عن شاب يا شيخ محمد، نعم هذا الشاب يعني فضل قاعد في الجامع طالب علم وما بسيبش المسجد إلا المسجد، قال له تعالى يا حبيبي الإمام يعني لما الأهل مستقر، تعالى أنت يعني شايفك في كل وقت، قال له نعم، قال له هل ترك لك أبوك مالا؟ قال له أبدا. عندك إرث تنفق منه؟ قال له أبدا. عندك تجارة؟ قال له أبدا. قال لهم إذن أنت إيه؟ قال له طلقت الدنيا؟ قال له قم عني يا كذاب فإن الدنيا هي التي طلقتك. صحيح. فلذلك ما أكثر الذين ينادون بالوطنية وبالدين وهم أبعد الناس عن الوطنية والدين بل خاونة. يعني الدين دين عمل يا دكتور أحسن. محمد كفاية كلام كفاية شعارات وهكذا. أنا أقول لك الحقيقة يا شيخ محمد، تعالى بالنسبة للسادة أصحاب النبي محمد صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تنقل عنهم من العلوم قليل جدا جدا جدا، يعني ليه؟ لأنهم كانوا متفرغين للعمل، العلم عندهم في القلب وعلم كثير جدا، لكن أقل الناس ينقل العلم عنهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولذلك إما تيجي تنقل بقى أقصد مش العلم يعني كيان القرآن والسنة، لا 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 نعم معاذ الله، لا ده هم نقلت الدين. نعم. هم نقلت الدين، لكن أقصد بأنه يقعد يحور ويشرح ويجيب لك هوامش وكيت ومعاني كذا إلى آخر، أبدا على الإطلاق، كانوا ناس عمليين جدا والعلم مستقر في قلوبهم. تعال بقى للتابعين بالنسبة للكبار والأبسط والصغار، لا كتبوا وصنفوا وكتبوا يعني كتبا وكيت، ومن التابعين من صنف مئات المجلدات يا شيخ محمد، لكن لا نجد صحابيا واحدا ألف عدة مجلدات على الإطلاق. نعم نعم. فالكلام الوطني والدين ليست بالكلام، لا يقلل من قدر يعني التأليف بقدر ما يعظم من قدر العمل مع التأليف. ورغم ذلك الصحابة هم أعلم من التابعين بالإجماع. صحيح صحيح. معايا كده؟ صلى الله عليه وسلم. رغم أنه ما نقل عن الصحابة هو قليل جدا. حتى بالنسبة للكرامات، الكرامات المنقولة عن الصحابة قليلة، عن التابعين كثيرة جدا، لأن الصحابة ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الأمر. ليه؟ هم رأوا من النبي ما يثبت كيانهم وكان إيمانهم بالله أقوى من التابعين الذين هم بحاجة إلى هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. خلاصة أبدأ يا شيخ محمد بنموذج النماذج بقى من الأمم السابقة. يعني احنا دكتور عفوا للمقاطعة عايزين نقول في صدارة الموضوع يا جماعة ان سيدنا النبي او القرآن او الشريعة الإسلامية او الدين الإسلامي الدين الجميل الدين الخاتم هذا
ما فيهوش العنترية والنعرات أحسنت وحب هذا لمجرد أنه كذا أو لمجرد أحسنت أن اسمه كذا، أحسنت. وإنما ينطوي ويقوم ويحترم على العمل بربما الشعارات هذه الاحتواء تكون وهذا. يعني مستغلة يعني لأهداف قائمة على خيانة الناس في أموالها نعم، في أمور أخرى، والواقع يشهد يشهد ويجسد بذلك. النماذج. طيب تفضل. أجي بقى يا شيخ محمد، النمو الذاتي، عشان ما أقولكش إن إحنا منحصرين ولا متقوقعين في النماذج الإسلامية فقط، لا أجيب لك من قبل الإسلام. تفضل. نماذج من الخيانة يعني. تماما. نعم. أنا أجيب يوليوس قيصر. يوليوس قيصر يا عم الشيخ محمد في آخر حياته قتل غدرا، قتل غدرا غدرا بالرغم من الإنجازات الكثيرة التي قدمها لشعبه. يعني هذا الرجل قالوا عنه كان بطلا بالنسبة للفتوحات، هذا بالنسبة للاقتصاد يعني كان أسطورة في هذا الباب وجعلهم يعيشون في رغد، بالنسبة للحرية والكرامة الآدمية يعني شكل لهم يعني نموذجا رائعا من هذا الأمر. بمعنى آخر يعني كافة الإنجازات زعيم التي يقوم متكامل. بها القائد نعم. بالنسبة لبلده، إن تحدثت عن انتماء قل فيه الانتماء، إن تحدثت عن الحب قل فيه الحب لوطنه، إن تحدثت عن عدد من الأنانية نعم ليس فيه أنانية على الإطلاق، إن تحدثت عن القيادة الشاملة اللي أنت بتذكرها الحين كانت متوفرة في هذا الرجل. نعم. حقد عليه الفرسان الذين حوله اللي هم رجالته بمعنى أصح، اللي هم المجموعة اللي حواليه، كان الحقد قد ملأ صدورهم من شدة حب الشعب لهذا الرجل، وظنوا أن الأمر يطول به جدا في الحكم، وهم كانوا يعني متعطشين للسلطة والمال، هم في أماكن سلطة لكن ليسوا في أماكن مال. ليه؟ الحاكم حينما يكون أمينا يا شيخ محمد ولا يكون خائنا، لا ترى الأيدي التي حوله تمتد إلى أموال الناس على الإطلاق. نعم بمعنى نعم الحاكم، الفرق بين الحاكم الأمين والحاكم غير الأمين، الحاشية بتاعت، بص للحاشية بتاعت دي والحاشية بتاعت ده، الحاشية اللي تجدها بطونها تتسع. يعني يعرف الحاكم بحاشيته. طبعا. وشوف يا شيخ محمد، ما من إمام يولى أو حاكم يولى إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، وهناك من ليس له إلا بطانة واحدة، بطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. نعم. انظر إلى البطانة هنا وانظر إلى البطانة هنا يا شيخ محمد، لو وجدت بطون هؤلاء تتسع وأن أموالهم تكثر وأن ضياعهم تتسع، اعلم أن هذا لص وخائن وأنهم لصوص وخونة. نعم. طيب الآخر تجده مع احترامي أمسك على أيدي هؤلاء ما امتدت أيديهم على الإطلاق، ولن تجد ثرا أكثر مما كانوا فيه، وتجدهم في حالة وسط، لهم يعني بالذي يشكو ولهم بالذي يرتفع، اعلم أن هذا الرجل على خير وأن هؤلاء على خير، وهذا عنده أمانة وهؤلاء عندهم عندهم أمانة. أمان. طيب الفرسان اللي كانوا حواليه كانوا عايزين يعيشوا كما كانوا يعني مع من قبله، بمعنى إيدهم كانت مطلقة في الأراضي، يعني لو عايزين عقارات العقارات لهم، إن عايزين الأراضي الأراضي لهم، الأموال البساتين كل حاجة يا شيخ محمد. وبعدين إما يجي بقى يفرض على العامة حاجة أصله تبع للسلطان، ده تبع الحاكم، محدش يقدر يتكلم معها على الإطلاق، ويبقى الفساد بيتسع. دول لا، حجمهم تماما، ما عادش حد قادر اكثر من راتبه، ما في اكثر من كده على الاطلاق. نعم. ولذلك قالوا نقتله، بس عشان يبقى القتل بقى بالنسبه للشعب مقبول لابد وان نشترك جميعا في القتل، وباسم الوطنيه، وباسم الوطنيه، باسم وبالتالي حب روما، كانت خيانه باسم باسم الوطنيه، حب روما. نعم. واحنا اللي اقرب للراجل، واحنا اللي نعلم عنه ما لا يعلمه الاخرون، والراجل ده كان خاين، والراجل ده كيت، والراجل ده كان لص، والراجل ده كان كذا. طيب بيبقى دايما فيه في الفرسان واحد اقرب الى قلب الحاكم، ولذلك هو ده بيقربه ويتخذه كابن له دايما يا شيخ محمد. نعم. فكان فيه اللي هو الجندي بروتس، بروتس كان هو اقرب الناس ليوليوس قيصر، فاتخذه كالابن، يعني ما بخل عليه لا بالنصح ولا باي شيء على الاطلاق، بل اعطاه النياشين واعطاه المناصب وقلده الكثير من الاوسمه، مش كده وبس، وجعله يتدرب على كافة الأمور حتى يكون خلفا له إذا تمكن، يعني بالنسبة لروما. فقالوا طب أنت تشارك معنا، لأن أنت شايف حالنا المادي كده، والراجل ده طول عمره كده، وأنت مش هتأمل أي شيء ونحن نأمل أي شيء. قال طب خلاص أشارك. ليه بقى؟ لأنه خلاص باسم المال بقى. طب قالوا طب ما نيجي نقتله باسم روما، باسم روما. فضلوا يزرعوا الفكرة في رأس بعض حتى صدقوا أنهم إيه يفعلون ذلك من أجل روما. نعم. ولما اجتمع بهم الاجتماع أخرج الأول خنجره وطعنه به، فما كان منه إلا الفجأة، تفاجأ بهذا الأمر، الثاني طعن، الثالث طعن، حتى جاء الدور على بروتوس وأعطاه. هو لم يتكلم مع واحد، لكن لما جاء دور بروتوس قال حتى أنت يا بروتوس، شوف حتى أنت يا بروتوس. فما كان من بروتوس إلا أن قال له إني أحبك، إني أحبك يا قيصر، لكن حب روما عندي أكبر. خدت لحظة زي إنه أحبك يا قيصر لكن حب روما عندي أكبر. قال إذن فليمت قيصر.
ما دام انت بتعمل لائحه لحب روما، اذا فاليوم القيصر خدت العضك ازاي؟ فلذلك اثرت مثلا عند الجميع، فكانت هذه الخيانه باسم الوطنيه، والرجل ليس فيه شيئا مما قالوا على الاطلاق، لم يكن لا افاكا ولا نصابا ولا محتالا ولا خائنا، بل هم الخونه بالاجماع. حتى في موته كان مسلما، اذا فليمت قيصر. ولذلك تقبل الشعب خيانتهم باسم الوطنيه، ووقعت الخيانه في قلوب الناس باسم الوطنيه، وزيفت الحقيقه طبعا باسم حب روما اكبر. لكن يأبى الله الا ان التاريخ يكشف عورات هؤلاء حتى ولو بعد موتهم. نعم. أخرج بقى من النموذج، أنه هذا كان النموذج الأول يعني قبل الإسلام. أدخل بقى في نموذج من التاريخ الإسلامي. لما تولى الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل حكم الأندلس يا عم الشيخ محمد، هذا الرجل مال إلى أهل الفسق والفجور، ولم يمل على الإطلاق إلى أهل الخبرة ولا إلى أهل الحكمة ولا إلى أهل العلم ولا إلى ما شابه. لكن هو كان يحب الخمور جدا، كان يحب النساء جدا، متعطش لمثل هذه الأجواء. فلما تعطش إلى مثل هذه الأجواء، الإنسان إذا أحب شيئا رفعه وأعلاه، وذلك بدل ما يبقوا مثلا 100 ملهى يبقوا 1000 ملهى، خدت لحضرتك ازاي؟ بدل ما يبقى عندي 100 مكان لشرب الخمور، لا يبقى عندي 1000 مكان لشرب الخمور، لأنه يشجع على ذلك والكل يعلم أنه يشجع على ذلك، فبتبقى فرصة وأشبه بموسم لأمثال هؤلاء. طيب بدل ما الملموجون في العاريات يبقوا مثلا في أماكن كذا فقط، لا يبقى كل مكان يبقى فيه العاريات. الزنا لا يبقى الزنا مباح في كل مكان إلى آخر هذه الأمور. ولذلك انتشر الفسق والفجور وكيت، وخفت الأمر بالنسبة للحكمة والدين وكيت إلى آخر هذه الأمور. طيب ما كان من العلماء والفقهاء والحكماء والناس اللي فيها خير إلا أن فكرت في أن تقوم على هذا الرجل وتقبل النصيحة على هذا الرجل، لأنه لا سمع ولا طاعة في الباطل، والطاعة إنما تكون في المعروف. ولذلك كان من ضمن هؤلاء يا شيخ محمد الإمام الفقيه طالوت ابن عبد الجبار. طالوت ابن عبد الجبار اللي الناس ما تعرفش عنه كان من تلاميذ الإمام مالك. ثم صار إماما فقيها معروفا جدا في زمانه، وكان يعني يعهد عنه الديانة والغير على دين الله جل وعلا والحب لهذا الدين. ولذلك كان ضمن الذين يعني لم يقبلوا مثل هذا الأمر من هذا الرجل، وجاهدوه بالكلمة وجاهدوه بكيت وخرجوا عن مكيت ونصحوا في الناس ووعظوا بأن هذا الرجل إنما ينشر الفسق والفجور إلى آخر هذه الأمور. طبعا في مثل هذه الأمور معلوم أنها فتنة، فالحاكم حينئذ يتتبع هؤلاء ولو في أي مكان، ولذلك رؤوس هؤلاء إنما تكون مطلوبة. فطلبت رأسه، طلبت رأسه اللي هو من يا أستاذ محمد طالوت ابن عبد الجبار الإمام الفقيه. كان له جار يهودي، يهودي. فقال له الجار اليهودي كن عندي في ضيافتي، والله لن يصلك مني سوء. تعال نبص فيه جدا، لأن هنقارن ما بين رجل من طلاب طالوت ابن عبد الجبار وآخر يهودي هيصير وزير يوما من الأيام. نشوف هيبقى موقفه إيه مع الرجل ده، وكان تلميذ لده، ولا اليهودي اللي جاروا، علشان برضو ليسوا سواء. نعم. احنا مشكلة ان احنا بنمدح في اليهود وكيت، وفي نفس الوقت انت في واحد ما بتذكر كلمة اليهود ان ملعنتش وعملت، انت خاين وانت كيت وانت كيت الى اخر هذه الامور. وربنا اللي قال ليسوا سواء. لا اليهود سواء ولا النصارى سواء ولا المسلمين سواء الى اخر، والناس تتفاوت في كل شيء يا عم الشيخ محمد. لكن بالنسبة للمغتصب الذي يغتصب الأرض الإسلامية ويغتصب المقدسات كما في هذا مجرم، هذا مجرم وهو عدو لله وعدو لنا. لكن تعالى بالنسبة لهذا الجار الذي له منا البر والقسط والإحسان. هذا الرجل قال للإمام الفقيه طالوت بن عبد الجبار كن عندي، فكان عنده، فكان الرجل يخدمه بنفسه في فطوره وفي غداه وفي عشاه لمدة عام كامل. فلما انتهت السنة كأن طالوت استكثرها. فقال له يا أخي استشعر وكأنه ضيفا ثقيلا بعمية المصريين. قال لا والله ولو خدمتك طوال حياتي ابقى عندي ولن يصلك مني سوء. قال له لا، أصل في نقطة كمان. قال له إيه؟ قال له أبو البسام الوزير المشهور ده كان تلميذي، أنا الذي حفظته كتاب الله جل وعلا، وأنا الذي علمته الفقه، فلي عليه حقوق عدة، حق العلم وحق الدين وحق القرآن وحق العشرة وحق المودة وحق الإسلام. فلأذهبن الليلة إليه، فيتشفع لي عند هذا الحكم ابن هشام فيعفو عني إن شاء الله. قال له أخشى عليك؟ قال له لا 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 تخشى علي. ألح عليه اليهودي؟ قال له لا لا تخشى علي.
وبالفعل ما كان من هذا الرجل إلا أن تخفى في الليل واتجه إلى مين؟ بسام. إلى منزل الوزير اللي هو أبي البسام. نعم. لما طرق على أبي البسام قال أبو البسام: قلوا من الطارق؟ قال له فلان. قال أدخلوه بسرعة. نعم. فلما دخل قال: اجلس يا طالوت. يا طالوت أين كنت؟ قال له: كت كت وكت. وحكى له أمره عند اليهود وكذا. قال له: ابقى عندي أنت في أمان. ثم قال لهم: تابعوه وراقبوه. ثم ركب دابته وانطلق إلى الحكم ابن هشام. خدت بال حضرتك إزاي؟ ابن عبد الرحمن الداخل. فلما وصل إلى قصره قال: أتيتك بخبر في الليل البهيم. قال: خير؟ قال له: أنا الذي قمت بالقبض واعتقل الخائن المنافق طالوت الجبار. نعم. قال له: أنت الذي؟ قال له: أنا علمت أنك تريد رأسه وأن الرجل غاضك وأن الرجل خرج عليك، فأبيت إلا أن أتولى أمره وأن أمسك بزمامه وأن آتيك به. قال له: يعني أنت لا أبط عليه؟ قال له: يتني به بأسرع من أمره بسرعة جدا. وقال له: تعالى أنا أتشفى عليك عند كذا. وأخذه وأدخله القصر على هذا. لما دخل طبعا طالوت بن عبد الجبار على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل قال له: وقعت في يدي يا مجرم. سكت. نعم. قال له: والله لقد فكرت في كل أنواع العذاب لك، لماذا فعلت معي هذا؟ قال: والله ما كنت أكرهك لذاتك، وليس في قلبي عليك حقد ولا شيء، ولكني غضبت لله جل وعلا، والله لا يرضى بما تفعله أنت، ولذلك كانت غيرتي لله، وكان فعل هذا إنما هو لله جل وعلا وغير على دين الله جل وعلا، فلو أنك كففت عن ذلك لأحببناك وكيت إلى آخر هذه الأمور. فكأن الرجل لان لكلام طالوت ابن عبد الجبار، قال: اجلس. فجلس. قال: كنت تمقتني وكنت تكرهني؟ قال: كنت أمقت أفعالك وكنت أكره أفعالك لا ذاتك، بل أتمنى لك الهداية إلى آخر هذه الأمور. الرجل تعجب أكثر. قال: والله فكرت في كل عذاب لك وفي كل أنواع القتل التي لك حتى أتلذذ بقتلك وبتعذيبك، لكن الآن انصرف ذلك عن قلبي، انصرف ذلك عن قلبي. خلي بالك بقى من ناحية مهمة جدا. ثم قال له: أدن مني، كيف اعتق لك أبو البسام؟ نعم. مسكك إزاي وجابك؟ قال له: لا، ما اعتقلني، بل أنا الذي ذهبت إليه. يعني هو ما يعلم الحكاية. خلالك إزاي؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له: إزاي؟ قال له: والله أنا كنت مختبئ عند راجل قرية لي يهودي، وهذا الرجل طيب جدا أكرمني وفعل أبو البسام كان تلميذي، وأنا قلت الرجل ده لا أولى، وكت 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 وكت. فلما سمع منه هذا نظر إلى أبي البسام وقال: قبحك الله، اليهودي يفعل به هذا ويقف معه هذا الموقف، وأنت الذي حفظت على يده القرآن وتعلمت الفقه وله عليك حق التعليم وحق العلم وحق العشرة وحق القرآن، تأتي وتكذب علي وتشي به وتقول إنه تتحدث كذا عن بطولاتك وأنك ألقيت ثم تكذب علي في القبض علي. ألا وإني قد عزلتك. ألا وإني. فعزله ثم ضيق عليه في رزقه. خلي بالك بقى، وأطلق عنن هذا الرجل وكافأه على يعني الضيق الذي مر بهم. ثم قال اليهودي، يعني أرسل إليه رسالة بأن يأتيها، فاعتذر اليهودي وقال: أنا ما فعلت هذا الأمر إلا لله جل وعلا. المهم، فما كان من الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل إلا أن أرسل إليه بمكافأة وأرسل إليه برسالة طيبة جدا وقال لهم: لك من الأمان دائما إلى آخره. نعم. نعم. فلما رأى اليهودي ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. نعم. تعال بقى لدور الوزير بقى هنا بقى. أبو البسام. أبو البسام. أبو البسام لما ضيق عليه وضيقت عليه أرزاقه قال الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل: انظروا إلى ضياعه وأمواله التي جمعها من خلفنا. لما دم كان كذاب وبنصب عليه كده، شوفوا الجمع دي. فأخذوا وتتبعون الأملاك فأخذوها، وضيق عليه جدا وأصبح من أفقر الناس، حتى أنه صار يسأل الناس. فإذا ما قيل له في ذلك قل: استجيبت في دعوة طالوت ابن عبد الجبار. نعم. ولذلك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلك. كانت النهاية بالنسبة لي هذا الرجل أن فرج الله كربه اللي هو طالوت ابن عبد الجبار ووسع عليه رزقه. والثاني اليهودي نال الحسنيين، دخل في الإسلام فصار مسلما بإذن الله وأعطاه الله دفعته مكارم أخلاقه. أيوة. هذه النهاية السعيدة. أيوة. نعم. أما الكذاب المنافق الأفاك حتى وإن كان حاملا لكتاب الله جل وعلا فإن كيده رد إلى نحره. قصة متاعة دكتور محمد. صريعة. طيب بعد كده يا مش محمد في نقطة مهمة جدا برضو. فضل. عشان ما يقال أن هذه بالنسبة للعصور المتقدمة، بعد ذلك حتى في هنجيب واحد لك انت جبت في قبل الاسلام وفي صدر الاسلام تقريبا، هجيب لك بقى من الحملات الصليبيه من الصليبيين عشان تعلم تماما
أن هؤلاء لم يكونوا على خير ولم يكونوا على حق لما كانوا بيجوا بيحاولوا احتلال بيت المقدس عن الشيخ محمد، وبيحاولوا الاستيلاء على بيوت المسلمين وعلى ديار المسلمين وعلى قتل المسلمين وعلى كذا، وباسم الديانة المسيحية إلى آخر ذي المكان، كانوا كذابين، كانوا أفاكين، كانوا متاجرين، وكانوا خونة باسم الدين. كنت حضرتك إزاي؟ ولذلك خانوا يعني حتى معتقدهم وخانوا أوطانهم. أديك مثال على ذلك. قدر. يروي السير توماس، خدت بال حضرتك، عن راهب من رهبان سانت دينيس، كان قسيس، الراجل ده كان قسيسا يعني في المعبد الخصوصي للويس السابع. بيقول ايه يا عم شيخ محمد؟ في طريق الصليبيين لبيت المقدس وهم متجهون الى بيت المقدس الاحتلاليه عبر جبال الاناضول، التقوا بجيش المسلمين اللي هو كان عباره عن قيادات من الاتراك وكده. نعم. فهزم الصليبيون شر هزيمه عام 1548، فهرب القادرون ورحلوا الى انطاكيا بحرا، وما كان من الملك لويس الا ان دفع لليونانيين المسيحيين 500 مارك، وقال لهم انظروا الى الضعفاء وانظروا الى المصابين وتولوا امرهم ثم عيدوهم الى بلادنا. فاخذوا منه الاموال، هم مسيحيين والجنود دول ايه؟ مسيحيين. مسيحيين. خلي بالك، وباسم الديانة الصليب واسم الدين أيضا. الدين. قالوا نحفظهم وكيت وكيت. ثم اتصلوا بالأتراك وقالوا لهم إن أناسا عندنا كانوا قادمين لحربكم ولقتالكم، فهل كافأتمون على ذلك؟ طبعا نكافئكم، يعني نقاتلهم فكافأوهم. ثم دارت المعركة، فوجد المسلمون الضعف في عدوهم الذين جاءوا يعني لقتالهم. نعم. بعد ما ليه ما فيش دفاع كما ينبغي. ليس هذا جيش قتال. مش جيش قتال، ده ضعيف جدا. نعم. فلما كثرت الاصابات اوقف المسلمون ذلك وقال لا نشوف دول في ايه. وقالوا سلموا انفسكم، اسرى سلموا انفسهم بالاجماع. في ايه؟ قالوا والله احنا المصابين واحنا الجرحى واحنا الكيت واحنا الضعفاء والمساكين. والرجل اللي هو لويس دفع 500 مارك لليونانيين على اساس كذا وكذا فسلمونا اليكم. فقالوا والله لا نقبل ذلك ابدا. فقاموا بعلاجهم وقاموا بامرهم وقاموا على امرهم. شوف، قاموا بامرهم وعلى قاموا على امرهم. احسنت. ثم أجبروا اليونانيين على رد الأموال لهم وقالوا لهم عودوا إلى بلادكم ولم يأخذوهم أسرى. نعم. يعني شوف هنا عم شوف، رغم أن جهزهم أخذهم أسرى لأنه كانوا جايين في الأصل لقتالهم. نعم. لكن بالنسبة إلى أبناء الملة وأبناء المعتقد وحتى خانوا من أجل الأموال. نعم. باسم الدين كانت الخيانة، باسم الدين لأنه جايين باسم الصليب. نعم. خدت بالك، واسم بيت المقدس اللي عايزين يحرروه، باسم الدين وباسم الأوطان، وكانت خيانة عظيمة جدا وقابلها الإحسان من قبل المسلمين. تعال بقى لنقطة تانية يا شيخ محمد. فضل. غاية في الأهمية. فضل. يقول ستيفنسون إن صلاح الدين الأيوبي لما انتصر على أوروبا في الحرب الصليبية التي جاءت عليه، حيث ساقوا فلذات أكباده من الأوروبيين ومن الفرسان ومن تم تجهيز لهذه الحرب تحت شعار الصليب، وانتصر عليهم صلاح الدين الأيوبي، يقول هو نفسه يا شيخ محمد اللي هو ستيفنسون، يقول بقي صلاح الدين الأيوبي من بعد المغرب إلى صلاة الفجر يعفو عن الضعفاء والفقراء والمصابين والنساء من الصليبيين. نعم. لوجه الله لا يأخذ منهم شيئا على الإطلاق. يعني صلاح الدين قبل ما يقول إن فدية الرجل كذا أو فدية المرأة كذا، قال لا، يتوني الأول بالمصابين. حتى يا دكتور، عفوا للمقاطعة، من فداهم أو من قدمت لهم الفدية كانت قضية زهيدة، تحدث عن درهم ودرهمين وبيت المال صحيح. نعم. هو قال لهم الأول قدموا لي العجزة والفقراء والمساكين والمصابين. تخيل أنه قاعد يختبر ويتأكد منهم، شوف الوقت قد إيه، إما يعفو عن المجموعة دي من بعد المغرب يا عم شيخ محمد وحتى الفجر، لغاية الفجر قاعد يعفو يعفو يعفو. إذن عدد كبير جدا. بعد دولا كان عدد الأسرى 30,000، يعني بعد اللي عفى عنهم دول كلهم كان عدد الأسرى اللي هم من المقاتلين من المحاربين من الحاقدين كانوا 30,000، عدد القتلى كانوا 30,000. نعم. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك صلاح الدين فعل هذا لله جل وعلا. تعالى في المقابل بقى، يقول المؤرخ الانجليزي ميل، ذهب عدد من المسيحيين الذين غادروا القدس الى انطاكيا المسيحيه فطردهم اميرها، رايحين يعني يلجأوا اليه بعد الهزيمه وكده وكده، انطردهم هو مسيحي. خدت بال حضرتك ازاي؟ فصاروا الى بلاد المسلمين فرأفوا بحالهم واطعموهم وكده وساعدوهم الى اخر هذه الامور. نعم. بقول وخرج البطرق
اللي هو كان جايبهم بقى باسم الصليب وكيف، وده اللي جايب مخصوص يحمس الجنود ويجعلها حرب ايه؟ دينية. نعم. حرب دينية على اساس بقى الصليب، النصر الصليب لاوروبا، وجمع الامرين الدين والوطني. نعم. خرج البطرق ستانلي بامواله وذخائره، يعني مش محمد كان واخد لانه جمع التبرعات من الناس انه رايح بقى يسترد القدس ويدمر المسلمين ويقتل صلاح الدين الى اخره، فكان جمع تبرعات بالملايين. فلما وقع اسيرا في يد صلاح الدين كان الثري او القوي من الفرسان بياخد صلاح الدين عليه قد ايه؟ 10 دنانير فديته، 10 دنانير. فقام ده دافع 10 دنانير، فقالوا لصلاح الدين طيب احجز بقى اموال والحاجات اللي كان جايبها دي كلها والاسلحه اللي جايبها دي. قال لهم لا، لا اكون خائنا، فديته 10 دنانير وله الامان المطلق بكل ما حمل. قالوا طب ما هو كان جاي بالحاجات دي كلها لضرر المسلمين ولا يقع ضرر على المسلمين، هو خلي بالك من ناحيه شرعيه يجوز. نعم. ليه؟ لانه كان جايب هذا المعول اللي هو ليس كمقاتل، هو مجرم كبير. بالظبط. المهم ان بقى المسيحيين اللي معه بقى بيقولوا طيب ادفع فديه الاسرى اللي هم الفقراء اللي ما معهمش، ادفع عن كل واحد من اللي هم معاه ما انت جمع التبرعات دي من ثلاث. قال لا، لن ادفع لواحد. ليه؟ عشان يستحوذ على المال لنفسه فقط، وأبى أن يحرر واحدا. فلذلك الكاتب الغربي المستشرق هذا يقول إيه؟ يقول إن صلاح الدين الأيوبي الحاكم المسلم أعطى درسا لهذا البطرك المسيحي، رغم أنه لم يتعلم من هذا الدرس، إنه يعفو عن العجزة والفقراء والمصابين لله جل وعلا، ولم يأخذ واحد منهم من وهذا بأموال الغير التي جمعها من أجل المقاتلين هؤلاء، رفض أن ينفق يعني دينارا واحدا. نعم. على واحد باسم الدين وباسم الوطن، فهذه خيانة. مع العلم أنه جيشهم في الأساس باسم الدين وهي أموالهم بالأساس. نعم. بالضبط يا شمعان. نعم. ولذلك أنا بقول لك مثل هذه الأمور تتسع، وهي لن تتوقف على الإطلاق، بل هي في كل عصر وفي كل مكان. نعم، بارك الله فيك دكتور محمد. هذا دائما ما يدفع بنا ويدفع بالمشاهد الكريم إلى أن كل الأزمنة تعج بالفتن. لأنه في بعض الأوقات تمضي الفتن وكأنها بحر متلاطم الأمواج، موجة تلو الأخرى وفتن متتابعة ومتتابعة. لذا قد يكون السؤال المنطقي أو السؤال المترتب على ما تم شرحه منذ صدارة هذه الحلقة، الأوامر رشدة النجاة، التوجيهات النبوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التعامل في أزمنة الفتن أو في وقت الفتن والأزمات. شوف يا شيخ محمد، في الأوقات اللي انت قلت عليها أوقات الفتن والأزمات، والأوقات التي يلبس فيها ويدلس فيها على العامة وعلى البسطاء وعلى يعني قليل العلم. نعم. قليل البضاعة فيه، لا بد وأن يجنحوا إلى النجاة، والنجاة لا تكون إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك الخير الخير والنجاة في كتاب الله، الخير الخير والنجاة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عليه وسلم. من المسألة الشيخ فلاني، ممكن الشيخ فلاني من الحزب الفلان والشيخ الثاني من الحزب الفلان، ده هيجرني إلى هذا وده هيجرني إلى هذا، زي ما أنت بتشوف كده الانقسام الأهلي في بعض البلدان، هذا اللي يتقتل عنده شهيد وهذا اللي يتقتل عنده شهيد. إنما اللي يتقتل عند التاني في جهنم، واللي يتقتل عند برضو الثاني في جهنم. وزي ما انت شايف القرآن بيتلاعب به على ألسنة هؤلاء وباعتقاد هؤلاء، والكل يطوع القرآن. أحسنت. نعم. أحسنت أحسنت. طيب إما إحنا نعيش بقى مثل هذه الأزمنة من الفتن وتلبس فيها الحقائق وتدلس فيها الحقائق ويكون فيها الكذب ويندرج فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث يكون واقعا بين الناس، يصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وبعدين ده عنده أبواق إعلامية وده عنده أبواق إعلامية، ده عنده الكذابين وده عنده الكذابين، ده عنده الأدوات وده عنده الأدوات، ده عنده النفاق وده عنده النفاق. طب إحنا ننجو إزاي من مثل هذه الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في ست أوامر لو اتبعها المسلم لنجا بإذن الله جل وعلا. نعم. الحديث من طريق عبد الله بن عمرو مع الشيخ محمد. نعم. بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، خدت الحديث زي صاروا لعهد لهم. نعم. وخفت أماناتهم وشبك بين أصابعه، قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للإجابة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقول له أعمل إيه لما لقي الكلام ده؟ نعم. عهود كله كذب، ممكن واحد يقول لك كذا واتفقنا وكده وما حصلش، كل سلام طيب ما حصلش مشتاكش
هتلعب ازاي ما دام انت اقوى وكذا، ما دام عندك ما عندوش بينه خلاص ملوش عندك اي شيء الا كما نرى، كما نرى في عصرنا هذا النصب والاحتيال والكذب والتلبيس والتدليس. يعني احنا نعيش في مجتمع لا يعلم بحاله الا الله، من البشر خدت بال حضرتك ازاي؟ نعم. فقال له طب اعمل ايه؟ نيجي بقى لاجابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ما بيتكلمش من قبل نفسه وما ينطق عن ان الهوى. هو الا وحي يوحى. بالضبط كده. نعم. ولذلك نستمع الى كلامه، انما تقول لي استمع الى كلام فلان او الى كلام علان لا، ربما يخدم قضيه بعينها. نعم. يقوم سيدنا النبي يقول ايه يا شيخ محمد؟ اول حاجه قال له الزم بيتك. الزم بيتك. البعض بياخد بظاهر النص يقول لك الزم بيتك يعني ما عادش تخرج من البيت، هذا كلام باطل، هذا كلام جهل. الزم بيتك اي الزم بيتك ولا تخرج منه الا لضروره. العمل اخرج الى العمل، الكسب يعني اطلع على قد مصلحتك، على قد شغلك. ايوه، على قد المطلوب منك لا اكثر. نعم. وليس معنى الزم بيتك بمعنى انك تمكث في البيت مطلقا، لان البعض بياخد يا شيخ محمد يقول لك لا هو سيدنا النبي قال اهو الزم بيتك انا ما عادش خارج من البيت. الله، بقيت عاله، بيت عيب، هتصاب بالاكتئاب، هتصاب بامراض كثيره جدا. وبعدين ده سيدنا النبي قال الذي يخالط الناس واصبر على اذاهم خير من الذي يخالط الناس واصبر على اذاهم. صلى الله عليه وسلم. اخرج لعملك لقدر الضروره، وخالط في قدر الضروره، في قدر الضروره. الزم بيتك. النقطه الثانيه، واملك عليك لسانك. اللي هو زي الحديث الثاني، امسك عليك لسانك. هي نفس المعنى، املك عليك لسانك. لا يا عم الشيخ محمد، لان هو معروف يعني كل الجروح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. معايا؟ السلام. وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. وايضا صح عبد القدوس، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. ممتاز. نعم. ممتاز ممتاز. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، يعني القلم اذا تعثرت استطاع الانسان ان ينهض، لكن اللسان اذا تعثر لن يستطيع ان يعيد الكلمة الى فمه. الله الله الله. معايا شيخ محمد؟ الله. ولذلك يقولوا املك عليك لسانك، كلمة ممكن تخرج عن شيخ محمد بسببها تتناثر الأشلاء وتسقط الدماء وتكون فتن لا يعلم بحالها إلا الله. نعم. النقطة الثالثة، وخذ بما تعرف. يا أخي اللي أنت عارف أنه حلال، ما أقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، خليك بقى على الحلال وإبعد عن الحرام، لأن أنت عارف من خلال كتاب ونصر الأمور اللي فيها مشتبه تجنبها يا أخي. نعم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالضبط. نعم. ودع ما تنكر. وبعد كده يا شيخ محمد قال له عليك بخاصة نفسك، خليك في نفسك فيما يخصك من أمور كذا، من شؤون إلى آخر هذه الأمور، لكن ما تعوش بقى تعمل لي فيها المحقق والمحلل والباحث والكيت، زي ما يجيبوا لنا الوقت على الفضائيات، يجيب لك واحد عربي تعالى شوف لنا القضية اللي بين بايدن وبين ترامب، يقعد بقى يحلل لك الأجواء الأمريكية ويلف على الكوكب الأرض، تقول ده الراجل ده يحل مشاكل الكون في الساعة اللي بتكلم فيها دي، وهو فاشل في إدارة بيته المكون منه ومن زوجته ومن ولديه أو من 3 أولاد. نعم. فاشل في هذا البيت. ليه؟ إحنا عندنا الثرثرة، عندنا الثرثرة. نحن نجيد الكلام يا دكتور معا. كلام بس هو مش الكلام الصحيح. آه. بدليل إما بتجيب واحد أمريكي الوقت وتسأله في مثل هذا الأمر بيأجيب لك بعدد كلمات، كلمتين وبس. نعم. ونقاط على الحروف. نعم. لا يتكلم إلا فيما يجيد ويعلم وفقا للمنهج العلمي، وصف المشكلة ووضع الحلول والتوصيات يعني أحيانا تجي تقول له طب تتوقع إيه اللي عمل كذا واللي عمل التفجير اللي في في في, في مدينة كذا في يقول لك لم تبدو النتائج حتى الآن أو المعطيات لا تكفي. يعاد في إلى كت وكت وكت لما تخرج منهم الأمور كت إحنا نستطيع، لكن لا يستطيع إنسان أن يتنبأ بكذا، إنما عندنا إحنا اللي كذا واللي كذا لأن فاكرين لما عملوا كذا وكت وكت وكت. أعوذ بالله من الثرثرة. وسلاحف النينجا هتخرج والسماء هتمطر. بس ده واخر حاجه بقى، ودع عنك امر العام. ودع عنك امر العام فعلا يا عم الشيخ محمد. هذه القناه دكتور، اسف للمقاطعه. الحديث الاول يا عم الشيخ محمد. نعم. فضل. عند الامام احمد في مسنده، وعند ابي داود في سننه، وعند الحاكم في المستدرك وصححه الالباني. كل شويه في فكره ودع عنك امر العامه، يعني يبقى لسه يعني انا لا اقلل من حجم احد، لكن يعني ما يزعجني الطريقه يا دكتور محمد، والأمة 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 وأنت كذا لا يجوز وأنت لا يجوز وهذا في النار وهذا، يعني أمر متزايدة. هذا لا يكون إلا بالجهل. الجهل كل ما بنتقدم في السن والاطلاع وكثرة العلم عم الشيخ محمد تجد السكينة وتجد الحكمة وتجد حسن الظن في أمور كثيرة. لما كنا يعني صغارة ونتلقى عن أشباه العلماء وعن أشباه الدعاة زمان، مع احترامي كنا أشبه بحاطب ليل والغير غير منضبطة
والشدة، وزي ما قلت لك إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. ولذلك شوف عبد الرحيم لما ذكرنا قصته فيما ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ووثقناها، نعم، عبد الله بن عبد الرحيم، انظر انظر لما هو قرآن وصيام وقيام، وكان في كل جهاد يقف على الثغر إلى آخره، وفي الآخر فتن بفتن، وفي الآخر فتن وكفر، كفر بالله جل وعلا. نعم. ولما جبت لك هذا هو كان حامل للقرآن، وكيت وقع أسيرا فكان خادما للراهبين كما ذكر الطب في التذكرة وغيره، وفي النهاية وقصة اليوم عشان صوته كيت، وفي الآخر أبو بسام اليوم وأبو البسام النصاب الكذاب المنافق. نعم. إلى آخر هذه الأمور. ولذلك عم الشيخ محمد، يعني مثل هذه الأمور لا تخلو من الجهل وحظ النفس والغير غير المضبوطة. حظ النفس طبعا. طبعا. نعم. طبعا يا عم الشيخ محمد، أنا عايز أقول لك على حاجة. تفضل يا دكتور. الفتن اوعى تظن ان هي الوقت في هذا الزمان فقط عندي مثلا تجار الأزمات. تجار الأزمات صاروا في كل المجالات، حتى في الدين، حتى في الدين. نعم. ممكن تجد في مؤسسات دينية تجار الأزمات، وممكن تجد في أماكن دينية تجار أزمات، وممكن ناس كأنها بتتكلم باسم الدين وبتعمل مصلحة الدين وبتساعد المساكين وبتساعد الأسر الفقيرة وبتساعد مساجد المسلمين، وهم شوية أفاكين كذابين حرامية لصوص، الله بريء منهم ومن أفعالهم، بس ناس ما تعرفش عن هذا أي شيء. وفي واحد لك أنا هو بزرع بسلة وبزرع كيت وبعمل لمصلحة المسلمين وبننشر خير، وهو أفاك كذاب كيت. وبعدين إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبعدين انظر حتى إلى من يقوم بهذا الأمر، هل هو يعني أهل ذلك؟ ممتلك لهذا؟ لا، أبدا على إطلاق. يمتلك الأدوات؟ أبدا على إطلاق. طب كان إيه؟ كان شحات، كان جعان. طب الآن يمتلك مئات الملايين. وبعدين بيجي الحرامية الكبار بقى بيسندوهم وكيت، اعطيني واعطيك، اكلنا واكلك، الى اخر هذه الامور. خلاصته باسم الدين هتجد التجار، باسم الوطن برضو تحيا مصر، مواسم مواسم. مش معنى الكلام ان انا بقول لك ما عندناش ناس اهل دين، عندنا ناس اهل دين وعندنا ناس طيبه جدا وعندنا ناس تقيه جدا، بس ملهاش حظ. ليه؟ لأن براثن الإجرام وتجار الأزمات طغوا على المشهد، واندرجنا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عايشين في السنوات الخدعات. نعم. إحنا فيها الوقت في السنوات الخدعات. لكن أرجع أذكر كل إنسان يعني وقع عليه الظلم أو الابتلاء أو بعيد عن مثل هذه الأمور ولذلك ليس له حظ، أذكره بقول الله جل وعلا، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خير، بقال من النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لا عوضه الله خير منه، وبقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما فيش اكثر. نعم دكتور محمد. اذا يا ساده، هذه الحلقه كانت ماتعه دائما كما اعتدنا من فضيله علامة الدكتور محمد الزغبي، احد الساده الازهر الكبار الاكارم، لا مسكين والكبار الاكابر ومسيكين كمان، الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته السنتهم ووعدته افئدتهم. فعلا وحقيقة يعني ليس مجرد كلام الاستهلاك في الحلقة، لكن حقيقة والله حينما تستمع وتتابع فضيلة الدكتور محمد الزوبي في علمه وفي شرحه وفي تقديمه، ستر الله عليه، وفي تبيانه وتبيينه وفي تقديمه للمشكلة وعرضه لها واقتراح الحلول، يعني منهج علمي كما يقول السادة في أهل التخصص دائما في طرح القضايا. أشكر له ذلك، ولست أنا من أشهد لفضيلته، فالتاريخ يشهد، احنا مساكين الله على ما قدمه من تاريخ الناصع البياض على فترة وعلى عمر دعوي محترم قدمه عالم فاهم. نسأل الله أن يبارك في عمره وفي عمله. اللهم أمين يا رب العالمين. كامل التحايا والحب والتقدير والسعادة والشرف والسرور أن أنا معك والتقدير لجناب فخامة سمو حضرة معالي غاية السعادة والسرور. أشكر لك حسن الطبع مرة أخرى. إذن يا أستاذ، قضية الخيانة قضية قديمة جديدة حالية مستقبلية وقائمة إلى قيام الساعة، كان هذا بحسب ضيفي الكريم. ولا يصح أي حديث في حب العرب، والإسلام وسع الكل، وتجار الأزمات في كل المجالات حتى في الدين. الحلقة كانت قطعا مصاب بجنون السرعة، مضت سريعا بصحبة عالمنا الكبير. أيها السادة، كامل الشكر والامتنان والعرفان والحب والتقدير لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة الزميل السيد محمد البطريق ولكل رفاقه. أما عن المشاهد الكريم، دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى أسرا بين الورق أو بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخلي رواية. محمد الشاعر يحييكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.